في عالم كرة قدم ملاعب ياخو المسؤولية، ياخو المسؤولية ويحب يمشي يشوت بينانتي. الحكاية هذه ساعة باش ما نردوهاش عامة وتمشي على كونديسيون الكل، فما ظروف فما دي كونديسيون الملاعب يكون فيهم عنده الحق، فما دي كونديسيون ما عندوش فيهم الحق. اما في المقابلة متاع اليوم النادي الافريقي ضد اتحاد تطاوين، معناها الفريق ربح 3 بلاش، الملاعب اللي جاب ضربة جزاء خذا هو المسؤولية حاب يشوت بينانتي. راهو لهنا يا سعيد ما تصورش لي الحاجة هذه عيب وحرام، والطريقة اللي تصرفت بها مع الملاعبي بصراحة أنا نقعد باهت. اليوم وليت تحب توري لي أنت مدرب محنك، اليوم تحب توري لي أنت صاحب شخصية، أنت شخصية في وسط التيران ما عندكش، بصمة مدرب في وسط مقابلة ما عندكش، تحب توري شخصيتك. واللي أنت أنترونور كبير ضد حمدي العبيدي، معناها مهاجم صغير، مهاجم قاعد يقدم في مقابلات كبيرة، نورمالمون تعطيه المسؤولية، خليه يشوت بينانتي. شفناه في العالم، راه مش نحكي على تونس ونحكي على فرق تونس ونحكي على منتخب تونس، رانا شفناها في العالم. ينجم يكون ملاعبي ماهوش تيرور، لكن خذا الكره في اللحظه هذيك حس روحه انه عنده المسؤوليه انه يحب يشوت. نورمال عادي على الاخر، مع لي كونديسيون انك ربح 3 بلاش تسيب الملاعبي يشوت. اليوم الكلوب افريكان يربح 4-1 مقابله ضد تطاوين. انا شخصيا حاير شنو باش تحكي عليها المقابله. اليوم باش نحكي لك على الرسم التكتيكي، اليوم باش نحكي لك على سعيد شنو اللي عمل في المقابله، اليوم باش نحكي لك ونقول لك والله سعيد السيبي بدل في الرسم التكتيكي وبدل الملاعبيه وهبط ملاعبيه. انا بالنسبه لي انا الحاجات هذم الكل ما تعنينيش، ما نجمش نحكي عليهم، ما نجمش اليوم نتكلم ونحكي عن النادي الافريقي ونقول والله برافو يعطيه الصحه وربح 4 بلاش ومركز ثاني وحاليا مع الاتحاد الرياضي المونستيري مع الترجي الرياضي التونسي والقادم افضل، وان شاء الله الفريق يتقدم في قادم الايامات، على خاطر قناعاتي تقول لي عكس الكلام هذا. قناعاتي اليوم ما نجمش نقنع روحي ونقول اليوم سعيد انه هو رجل المرحله اللي اثبت الفشل نتاعو، اللي مدرب الماتش اللي فات وقت اللي خاسر ضد اولمبي البيجي نورمالمون يكون مسؤول، وانا راني من الاخر المدربين نعرفهم بالمواقف هذم، يكون مسؤول يخرج ويدافع على ملاعبيته سواء يكونوا هما معناها خارج الموضوع وهو يحاول يعطي ديكلاراسيون بها، والا وقت اللي تفشل تخرج وتقابل العبيد وتتكلم، مش تخلي مساعد المدرب اللي احمد التويري يعمل تصريح ويحكي ويتكلم في بلاستيك ويحاول يبرر الفشل متاع سعيد. وفي المقابله متاع اليوم وقت اللي هو رابح سيادته 4-1 يخرج سعيد ويبدا يحكينا على الانجازات نتاعو ويحكينا على الرسم التكتيكي ويحكينا على لي شونجمون اللي عملهم ويحكي على الملاعبيه اللي عمل عليهم والملاعبيه المصابين. راني ما فهمتش انا سعيد شنو مازال يعمل في النادي الافريقي تاو. في بالكم اللي سعيد متكلف على اداره الكلوب 30 مليون في الشهر، هذاك مدرب نعطيه 30 مليون اقسم بالله نجيبو يراني في الكلوب افريكان، قلتها ونعاودها وشرف ليه، ونزيد نقول راه شرف ليك انك رانيت في الكلوب، وجهك ما عادش نحب نشوفه في النادي الافريقي مره اخرى، على خاطر غير النادي الافريقي السنه اللي شدها، انا متاكد ان المدرب هذا ما عنده ما يراني غير النادي الافريقي، صدقوني ما تلقاوه يراني، ما نعرفش انا في وسط الترتيب، يراني في الدوري الخليجي، يراني في السعوديه، حتى السعوديه ديفيزيون 2، ما عندكش الحق انك باش تراني في الناسيونال نتاعهم، خلينا نكونوا واضحين ونكونوا موضوعيين، ولا تراني في ليبيا ولا تراني في الجزائر، المهم هذاكم اللي باش تراناهم، اما انك باش تراني فريق كبير، انك باش تهز القاب، انك باش تنافس في الالقاب، انك باش تنافس على الالقاب، راك مستحيل كان باش توصل لها. هذه يا سعيد، هذه خذها من عندي مسلمه. انت ما تصورش ملاعب كبير باش تنجم اليوم تشد ايكيب وتوري ايماج نتاع ايكيب، ما فماش، فماش حاجه هذيك ما فماش. اليوم باش تحكي لي على التغييرات اللي عملهم، قداش مره حكينا عليهم التغييرات اللي عملت اليوم خاصه في وسط التيران، قلت وتحدثت على ملاعبيه كبار في العمر ما نجموش يعاونوا النادي الافريقي في ماتشات سابقه. اليوم سعيد فاق على روحه ونحى وسام يحيى وهبط لاري العزولي اللي برشا كلام عليه، وعزولي ما ينجمش يعاون وقت اللي هو نقارنه كقيمه فنيه، نحكي قيمه فنيه الملاعبيه كاليتي شنو اللي عنده، نلقاو الملاعبي خير من برشا ملاعبيه، خير من وسام يحيى، خير من الوذر، خير من برشا ملاعبيه في وسط التيران، يكون راي العزولي خير منهم، وهذا اللي شاهدناه في المقابله نتاع اليوم. شكون الملاعبي الاخر اللي زاد كيف كيف تحدثت عليه في اكثر من مره وفي اكثر من فيديو، قلت لك راه شهاب العبيدي راه ما ينجمش يكون ملاعبي اللي دروا، ما ينجمش يلعب على جنيب، معروف الملاعبي كاور في الوسط، تعطيه الحريه باش يطلع بالكره، تعطيه الحريه باش يشوت، تعطيه الحريه باش يعطي لي باس كلي، باش يعطي لي باس في البروفوندور. وشفنا اليوم شهاب العبيدي اللي بالنسبه لي انا عمل مقابله محترمه، مانيش باش نحكي على المهاجمين اللي زاد كيف كيف تحدثت عليهم، قلت لك راني بالنسبه لي حمدي العبيدي من غير ما تحطوا على لي كولوار راك الملاعبي تخسروا، راه الملاعبي يطلب برشا في العمق، الملاعبي يطلب في ظهر الديفونسيرات، الملاعبي يطلب في البروفوندور، والحاجات هذم الكل اللي شفناها في المقابله نتاع اليوم. يا خو زاد كيف كيف المسؤوليه ويمشي يشوط على الكاج، ضربه الجزاء شكون يجيبها؟ جابها هو، الاختر قدام 16 متر و50 شكون اللي جابه؟ جابه هو، برشا ملاعبيه جابوا الاختر،
اما انت يا سعيد السيبي في المقابله نتاع الاولمبي البيجي غفزت كيما حبيت، فريق من غير روح، فريق كانه ما نعرفش انا ماهوش يكور في مقابله نتاع دومي فينال كاس. راهو بالنسبه لي انا راهي تتجاوز راهي انك تلبح مقابله وتتعدى للفينال، على خاطر راهو فما حاجات لازمك تخمم فيهم. وقت اللي تحب انت تمشي للافريق وتنافس، مسيش خلينا نزيد نفسر لك ونزيد نوضح للجماهير الحكايه هذه. وقت اللي تحب تنافس في الافريق لازمك تتعدى للدومي فينال وتمشي للفينال. اليوم نلقاو الترجي الرياضي التونسي والاولمبي البيجي، حتى الاولمبي البيجي اذا كان ما يهزش الكاس هذه باش يمشي لمسابقه افريقيه السنه المقبله، على خاطر يا اما يكون لملاعبي يا اما يكون صاحب الكاس والا يكون الفيناليست، والحاجات هذو الزوز تتوفر في الاولمبي البيجي. بالنسبه لي انا الكلوب افريكان صعبت برشا الماموريه وقت اللي باش تلعب على ثلاثه الاولى. اليوم خليني نكون واقعي وما نعيش العباد في احلام واوهام، راني ما نشوفش الكلوب تنجم تكمل من ثلاثه الاولى. رغم غير ما تقول لي يزي من التنبير، ومن غير ما تقول لي ليه والكلام هذا مش صحيح ومازلنا ليه خف، ما فما حاجات راه فما دي ديتا يظهروا. كي تشوف الفرق شنو قاعده تقدم في مقابلات تو، تشوف الترجي الرياضي التونسي اللي على مستوى عالي، تشوف الاتحاد الرياضي المنستيري اللي يعمل في مقابلات قويه، تشوف النجم الرياضي الساحلي اللي يقدم في مقابلات غير عاديه. راهو بصراحه تحط روحك معاهم لهنا، راهو الميزان يختلف. اسم النادي الافريقي حاجه، اما لكن الوضعيه الحاليه والملاعبيه الموجودين والمدرب خاصه اللي موجود تو ما نجمش يقود الفريق. وراني لهنا كي نحكي على المدرب، انا شخصيا ما نحبش المدرب يتغير في اللحظه هذه من غير ما تغيروا لا توا لا الماتش الجاي الماتش اللي بعده. نحب يكمل البلاي اوف، نحب يكمل يأدبوه ويعرفوه واش معناها عالم كرة قدم واش معناها الماتش وات علي الروتور، ومن بعد خليه يبدلوه المدرب هذاك ويفهموا اللي الفشل راهو يظهر من الاول. راه وقت اللي المدرب يجي يكذب عليك من الاول ويقول لك في سبتمبر وانا ونهز شامبيونا وملاعبيه مش عاديين وملاعبيه باهين وقادرين نهزهم شامبيونا، اي قالهم سعيد قادرين يهز شامبيونا، بعد هزهم قالهم راهم تعتيح، وبعد ولا يكذب عليهم، ومن بعد كل مره من كذبه لكذبه. انا شخصيا هذاك علاش من الاخر هذاك علاش المدرب هذا انتقدته. وبالنسبه لي انا انسان ما عندوش مبدا، انسان ما عندوش شخصيه، ما عندوش كرامه انه وقت اللي يتكلم كلام يقعد ثابت عليه. بالنسبه لي انا هذا ما نجمش نعمل عليه نكون مدرب نتاع كره قدم. نورمالمون تكون عندك شخصيه، نورمالمون تعرف تتكلم، نورمالمون تعرف عندك مبادئك تحافظ عليهم. ريت انا وقت اللي نقول نهز شامبيونا ما نعرفش انا بسيدي بوزيد نهز بها شامبيونا، وقت اللي نشد سيدي بوزيد نقول لهم نهز شامبيونا، اما وقت اللي نشد سيدي بوزيد نكذب عليهم ونقول لهم ليه وما تهز شامبيونا وفريق ضعيف ويلعب من اجل تفادي النزول وباش يتيحوا للدور، راني لهنا نولي انا شخصيا متناقض مع روحي. هذه بالنسبه لي انا مشكلتي مع سعيد السيبي. نكمل مع النادي الافريقي، كما قلت بالنسبه لي انا مقابله محترمه لكلوب افريكا، 4-1 ضد فريق ضعيف. اليوم ما لازمتكش تغلط في روحك، انت صار ضد فريق متواضع على الاخر، انت حتى تاوين وبرشا فرق بصراحه خليني نكون واضح، راني انا ما حبيتهمش يكونوا موجودين في البلاي اوف. راهو فرق متواضعه، فرق راهو باش نشوفوا ريت سكور هذه الاربعه باش نشوفوا اكثر من مره، باش نشوفوا ياكلوا 5 وياكلوا 6 ويخسروا في بلادهم، معناها من الاخر راهو هذيكم باش يفسدوا لك نكهه البطوله. انت في بالك هذاكم باش يعطيوا لك نكهه ويربحوا في بلادهم ومن بعد تنجم انت تعمل معاهم ميكس في التيران نتاعك، ليه هذاكم يكون راكم ما تشوفوهمش. فريق ما عندوش ايماج جمله، باش نشوفوا السلسله نتاع الهزائم هذه كل راي باش تتعاود وباش نشوفوها في اكثر من مره. نرجع ونقول سعيد حقق المهم اليوم 3 نقاط، اما خليني نشوفك في المقابله الجايه ضد الاتحاد الرياضي المنستيري اللي باش يكون في المنستير. خلينا نشوفوا النادي الافريقي وجه النادي الافريقي كيفاش باش يظهر ضد فريق كبير، فريق يعرف يكور. ربحك لهنا في تونس عطاك 3، راهو من الاخر ما تصورش عندك عذر باش تحكيه. اذا كان خسرت خليني نقولها من اليوم، اذا كان خسرت ماذا بيك هز ساكك وقدم استقالتك ووجهك ما عادش نحب نشوفه. هكا كملنا الفيديو بالنسبه للمقابله بتاع النادي الافريقي واتحاد تتاوين. ميرسي بوكو على المشاهده، يعطيكم الصحه، نتلقاو في مواد جديده.